السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام. نسلط في الضوء على أبرز ما تناولته الصحف بشأن القضايا العراقية والعربية والعالمية. نستهل جولتنا بمقال من صحيفة العربي الجديد للكاتب أحمد سعداوي، تناول فيه كيف أن السلطة في العراق بعد عام 2003 لم تكن مستعدة للتعامل مع الحرية المعلنة في الدستور، وذكر أن السلطة تركزت على التضييق والسيطرة على المعلومات، وهو ما جعل من الصعب على المواطنين التواصل مع معارضي السلطة. وسلط الضوء كذلك على هيمنة المحاصصة السياسية على الهيئات المستقلة والنقابات، وهو ما أدى إلى عدم قدرتها على الدفاع عن حقوق الأعضاء. إن مسار تعامل السلطة في العراق بعد عام 2003 مع الحرية خلال 20 عاماً يرينا بوضوح أنها رغم إقرار هذه الحرية في الدستور لم تكن مستعدة للتعامل معها، وبذلت جهدها للتضييق عليها. ولعل أبرز علاماتها المبكرة هو التعامل مع الهيئات المستقلة، كما هي مفوضية الانتخابات وهيئة الإعلام والاتصالات ومفوضية حقوق الإنسان وهيئة النزاهة وغيرها، التي يصادق على تعيين رؤسائها في البرلمان العراقي. ولكن انتهى الحال أن تكون هذه الهيئات جزءاً من نظام المحاصصة، ويشغل المناصب الحساسة فيها أعضاء مقربون من رؤساء أحزاب وتيارات سياسية حاكمة. كذلك الأمر مع النقابات، فكثير منها يخضع لإملاءات السلطة ولا يتصرف بما هو متوقع حماية أعضاء النقابة والدفاع عنهم أمام جور السلطة أو في التنازع مع مؤسسات الدولة. هناك نقابات ما زال رؤساؤها في كراسيهم منذ 20 عاماً، ويمنحون فروض الطاعة والولاء لكل رئيس وزراء جديد في العراق، لذلك لم يكن من المستغرب أن تصدر نقابة المحامين مثلاً على خلفية السجال حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية تعليمات مطلع آب الماضي، تحذر المحامين المنتمين لها من نشر معلومات مضللة، وتفرض على من يريد أن يظهر في وسائل الإعلام أن يحصل على موافقة مسبقة من النقابة ثم تبعتها خلال الأسبوع الماضي بإجراءات تجمد عضوية محاميات ظهرن في وسائل الإعلام لانتقاد مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. ننتقل إلى مقال نضال شاكر في صحيفة طريق الشعب، تناول تدهور الخدمات الصحية في العراق. أوضح الكاتب أن المجال الصحي يعاني مشكلة كبيرة مع هذه الأموال الطائلة المخصصة له سنوياً، واستعرض مشاهداته في المستشفيات الحكومية، إذ يواجه المرضى نقصاً في العلاجات الضرورية وسوء تعامل من بعض الأطباء. وفي المقابل ذكر تزايد الاعتماد على المستشفيات الأهلية التي تقدم خدمات أفضل ولكن بأسعار مرتفعة. إذ أكد الكاتب ضرورة تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية لتلبية حاجات المواطنين. عند مراجعة المستشفى الحكومي لا يجد المريض الكثير من العلاجات الأساسية والعديد من أجهزة الفحص الضرورية، وأحياناً لا يجد حبة دواء أو حقنة بسيطة، فيما يواجه أطباء سيئون المزاج لا يكشفون عن حالته المرضية بدقة ويجيبون عن استفساراته. وبالتأكيد أنا لا أخص جميع الأطباء، إنما أولئك الذين لا يتعاملون مع الحالات المرضية بدقة وانتباه، والذين يصفون للمرضى أنواعا كثيرة من الأدوية معظمها غير متوفر في المستشفى، ما يضطره إلى شرائها من الصيدليات الأهلية بأسعار باهظة. والطامة الكبرى حينما يضطر المريض إلى المكوث في المستشفى يوما أو أكثر، فالوضع سيكون أكثر بؤسا وسوءا، فأحيانا لا يجد حتى سريرا يرقد عليه، وبالتالي يضطر إلى افتراش الأرض، الأمر الذي يدفع الكثير من المرضى إلى مغادرة المستشفى الحكومي والتوجه إلى المستشفى الأهلي مباشرة. اللافت للنظر والمثير للاستغراب هو كثرة أعداد المستشفيات الأهلية وتزايدها باستمرار،
وأن غالبية الأطباء وخيرتهم يعملون فيها، وهناك يجد المريض ما يرجوه من تعامل فوق الجيد، يبدأ من الاستعلامات مرورا بالنظافة والخدمات الطبية وانتهاء بالعلاج، كما يجد جميع الأدوية متوفرة في صيدلية المستشفى، لكنها بالتأكيد تباع بأسعار مضاعفة. إلى تقرير من صحيفة المدى تناول التحديات التي يواجهها النازحون في إقليم كردستان. ذكر التقرير وجود 27 مخيماً لآلاف الأسر التي هربت من النزاعات، وتحدث الناشط الحقوقي علي السعدي عن المخاوف الأمنية التي تواجه النازحين عند العودة إلى مناطقهم الأصلية، فضلاً عن الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية، إذ سلط الضوء على أهمية توفير الخدمات الضرورية كالمياه والكهرباء لدعم عودة النازحين، وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين. بعض المناطق التي هاجرها السكان تعرضت لدمار كبير وتحتاج إلى إعادة بناء البنية التحتية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات، لافتا إلى أن النازحين يواجهون مخاوف تتعلق بالأمان عند العودة بسبب استمرار التوترات الأمنية أو الوجود المحتمل لبقايا التنظيمات المسلحة. وأوضح السعدي أن عودة النازحين تعتمد على توفر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية، مبيناً أن غالباً ما يحتاج العائدون إلى دعم اقتصادي لإعادة بدء حياتهم مثل توفير فرص عمل أو مساعدات مالية. ويرى الناشط الحقوقي أن بعض النازحين ما زالوا يشعرون بالخوف من العودة إلى مناطقهم بسبب مخاوف تتعلق بالأمان وعدم الاستقرار، مستدركاً أن بعض العائدين يواجهون صعوبات في استعادة ممتلكاتهم أو أوراقهم الرسمية التي قد تكون ضاعت أو دمرت. ويكمل السعدي أن عدم كفاية الموارد المالية والبشرية لدعم جهود إعادة الإعمار قد يبطئ عملية العودة، موضحاً أن بعض المناطق ما زالت تعاني من توترات بين المجتمعات المختلفة ما قد يعرقل عودة النازحين. يواجه النازحون تحديات كبيرة تتمثل في عدم استقرار الوضع الأمني في بعض المناطق، وكذلك نقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ما يعيق عملية العودة، وتحث المنظمات الإنسانية المجتمع الدولي على تقديم دعم أكبر لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين. إلى مقال بعنوان حسن نصر الله ينادي أين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقلم كامل انتخاب فرد في صحيفة اندبندنت. فقد طلب نصر الله من عراقشي تأجيل زيارته، وما يعكس عدم الثقة المتزايدة بين الطرفين، إذ تظهر هذه الأحداث أن حزب الله وميليشيات أخرى في المنطقة باتت تنظر إلى النظام الإيراني بشك، وتدرك أنها أصبحت أدوات تستخدم أو يتخلى عنها حسب مصالح إيران. ومع غياب الدعم الإيراني تساءل كثيرون عن مستقبل حزب الله وسط التوترات المتزايدة مع كيان الاحتلال. لم يزور وزير الخارجية الإيراني لبنان لأن الجانب اللبناني لم يرحب بالزيارة، كما أن الملاحظات التي لمحت إليها وسائل إعلام النظام تكشف عدم رضا أمين عام حزب الله عن حليفه الأساسي في وقت يمر فيه حزب الله بمرحلة حساسة وخطيرة. فلم يجري وزير الخارجية الإيراني حتى مؤتمراً صحفياً لدعم حليفه الأساسي في المنطقة. هذه مرحلة حساسة وتاريخية بالنسبة لحكام إيران والميليشيات المسلحة في المنطقة، فبعد عقود من العمل المشترك أصبحت هذه المجموعات في موقف تنظر بنظرة الشك إلى بعضها الآخر. حسن نصر الله وحزب الله يدركان أن نظام ولي الفقيه يضحي بهما لمآرب سياسية. هذا النظام وصل حد السقوط قبل سنتين ولا يملك أي رصيد وطني أو شعبي أو عسكري لخوض حرب ضد أمريكا وإسرائيل. بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران تحدثت الأجهزة الأمنية الغربية عن هجوم إيراني وشيك ضد إسرائيل، وأرسلت أمريكا أكبر بوارجها ومقاتلاتها الحربية إلى المنطقة، لكن النظام اختار الصمت.
ننتقل إلى مقال جونا فازديس في موقع ذا انترسبت، إذ سلط الضوء على العدوان أو على الغارات الإسرائيلية على لبنان، الذي جدد دعوات لإيقاف الولايات المتحدة نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وصف الكاتب هذه الحملة الإسرائيلية على لبنان بأنها الأشد منذ عام 2006 مع ارتفاع حصيلة القتلى. في أيار مايو وقبل غزو إسرائيل لمدينة رفح جنوب غزة، حيث كان الآلاف من الفلسطينيين يحتمون من القتال، أوقفت إدارة بايدن نقل القنابل التي تزن 2500 رطل إلى إسرائيل. ومع ذلك في تموز يوليو، وسط ضغوط من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، استأنفت الولايات المتحدة شحنات القنابل التي تزن 500 رطل حسب التقرير. ستيفن سيملر المؤسس المشارك لمعهد إصلاح السياسة الأمنية الذي يتتبع عمليات نقل الأسلحة العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، يعتقد أنه من المحتمل أن تكون الذخائر المصنوعة في أمريكا متورطة في الهجمات. قال سيملر لموقع انترسبيت: مع استعادة المزيد من الأدلة الجنائية في لبنان، لا ينبغي لنا أن نتفاجأ برؤية بصمت الولايات المتحدة في كل مكان. وبالنظر إلى اعتماد إسرائيل على الذخائر الأمريكية، فإن عبء الإثبات قد انقلب فعلياً، حيث سيكون من المثير للصدمة تقريباً رؤية سلاح غير مزود من الولايات المتحدة يستخدم في جنوب لبنان. وقال سيملر: بشكل عام لن يكون أي شيء تفعله إسرائيل الآن ممكنا بدون الولايات المتحدة. وافق الكونغرس على 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل هذا العام وحده. وقال سيملر: تخبرنا إدارة بايدن أنها تعمل على وقف إطلاق النار في غزة، لكنها تواصل إرسال الأسلحة، وهي نفس الصفقة بالنسبة للشرق الأوسط الأوسع. يقولون لنا لا نريد أن يمتد الأمر. هذه مشاهدين وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. إلى صور من مدينة صيدا اللبنانية التي تشهد تدفقا كبيرا للنازحين من جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني. فقد تحولت المدارس إلى مراكز إيواء واكتظت الشوارع والسيارات. كذلك تعمل البلدية والمتطوعون على توفير الحاجات الضرورية وسط تحديات كبيرة في استيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين وتلبية حاجاتهم الملحة. تابعوا قبل الختام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. لا يكاد يمر وقت طويل دون أن نسمع عن حادث طيران مرتبط بشركة بوينغ الأمريكية. فما هي هذه المنشأة العملاقة، ولماذا تزايدت مشاكلها ومعاناتها في السنوات الأخيرة؟ باختصار إليكم التفاصيل. بوينغ شركة أمريكية متعددة الجنسيات، تأسست على يد المهندس ويليام إدوارد بوينغ. بدأ ويليام مسيرته المهنية في صناعة الأخشاب، ولكن بعد زيارته لمعرض للطائرات في لوس أنجلوس عام 1910 اشتعل شغفه بصناعتها. هذا الحب دفعه للتواصل مع مهندس في البحرية الأمريكية تلقى تدريبا في مجال الطيران. اشترى إدوارد بوينغ حوض بناء للسفن في سياتل كمقر لشركته التي بدأت نشاطها في صناعة الخشب، فصنع مجسما خشبيا لطائرته، ثم تحولت الشركة لاحقا إلى أول مصنع للطائرات.
صنع بوينغ مع كونراد أول طائرة مائية بالتزامن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، حين طلبت البحرية الأمريكية من الشركة 50 واحدة منها. وخلال الحرب العالمية الثانية حققت بوينغ أرباحا كبيرة. مقرها واشنطن، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 155,000. وتعد بوينغ أكبر منتج للطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمان والفضاء. استطاعت الشركة الهيمنة على السماء وفرض نفسها بقوة في مجال صناعة الطائرات وابتكارها، لكن السمعة التي بنتها بعد عقود طويلة بدأت تتدهور في السنوات العشر الأخيرة، ومن الواضح أنها في ورطة كبيرة. واجهت بوينغ واحدة من أكبر الفضائح في تاريخها، وثبت أنها كانت مسؤولة عن حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصا بعد فقدان طائرتين جديدتين من طراز 737. وكان السبب وجود خلل في برنامج التحكم في الطيران، اتهمت الشركة بإخفاء تفاصيله عن عمد عن الجهات التنظيمية. خسرت بوينغ المليارات واضطرت لدفع بهذا تنتهي جولتنا الصحفية مع صدى الأقلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.